جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: أنا شاب أحب قراءة القرآن الكريم ولكن بدون تجويد لأني لست متعلما تعليما كافيا. جاءني صديق وقال: لا تقرأ القرآن إلا على شيخ. أرجو من فضيلتكم ما صحة كلام صديقي ذلك، وهل لا يجوز للقراءة إلا على شيخ؟ جزاكم الله خيرا. إذا أمكن أن تقرأ القرآن على مقرئ يجيد القراءة من أجل أن تتعلم منه على القراءة على الوجه الصحيح، فإن هذا أمر واجب. وأما إذا لم يمكن ولم تجد من تقرأ عليه القرآن، فإنك تقرأ على حسب حالك، ولو كان في قراءتك مشقة عليك فإن ذلك أعظم للأجر. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الحاصل أنك لا تترك قراءة القرآن ومحاولة القراءة حسب استطاعتك. نعم.